الاهلي والاخدود بركه. هذه هي المشكله اللي بالنسبه للاهلي، اتمنى يكون الاهلي بكره اهلي اسيا وليس اهلي الدوري، لانه دائما الاهلي قدام الفرق المنافسه يظهر، بس انا خاف على الاهلي دائما من الفرق اللي ما هي منافسه، يعني الاخدود العام يمكن فاز على الاهلي رايح جاي، يعني ما هو بالسهوله انه الاهلي يلعب امام الاخدود على ارضه ويخسر المباراه القادمه، يجب ان يكون هناك تركيز، يحترم اللاعبين والمدرب يحترم الاخدود، يلعب على امكانيات عاليه جدا، يسيطر على الملعب، يسيطر على الكره، لانه الفريق الاخدود ترى فريق قوي، عنده منظم، بيقدر يوصل للمرمى، يقدر يسجل، عنده لعيبه في المرتدات وفي التحويلات السرعة. فعلى ما اعتقد حتكون مباراه الاهلي بكره، يجب انه يطلعوا من راسهم الاهلاويين اذا يبغوا يفوزوا المباريات السابقه امام الاخدود، لانه هذه تصبح فالذاكره هذه تؤثر اداء سلبي على اللاعبين اذا فكروا في المباريات السابقه. الاهلي ظهر في الاسيويه بمستوى مميز، اتمنى انه يظهر في الدوري كذلك، بيظهر بس في المباريات الكبيره او المباريات التنافسيه او المباريات الديربي او المباريات الكلاسيكو بيبقى بمستوى جيد، ولكن الاهلي عنده مشكله اساسيه انا ما اعتقد في اللياقه وفي التغييرات للمدرب بالذات في الشوط الثاني، الاهلي دائما يخسر المباريات في الشوط الثاني، يكون الاهلي بيقدم الشوط الاول مثالي، يجي في الشوط الثاني يفقد معظم اللياقه، وانا طالبت في قبل كده من المدرب اللياقه انه يشتغل على لياقه اللعيبه لاكمال مباراه كامله وليس جزء شوط واحد، فاتمنى يعني تكون مباراه تظهر توري تفوق الاهلي في المباراه، بما اني اهلاوي انا احترم الاخدود، لكن كاهلاوي اتمنى الاهلي يفوز.